Yo, Gan. Nah, sekarang pengen nyoba next patch. Analytics tadi belum update-update banget ya. Tapi asli mukanya mirip-mirip banget, coy. Next patch buat yang request, linknya nanti bisa gabung ke grup. Grup live streaming Tangerang Selatan. Ya tim kesayangan dulu, oke. Albert player tim banyak mirip-mirip, cuy. Player, waduh, kok gak ada sih national team Indonesia, ada nggak? Ada cuy, Indonesia cuy. Itu mukanya dari Beto. Ya 11-12 lah. David Setiawan, Firmansyah, anjir. Riyadi. Nih, Renjaya Simanjuntak, Adret. Mirip, coy. Skripora. Astalahu. Lipali. Lunai. Evan Dimas. Evan Dimas di pipa kemarin kayak Jetty ya. Terus Julviandi, Belu, Sanadi, Fajrin, Sarapesi. Emang boleh nempel foto sih, tapi mirip jadinya, cuy. Kita coba ya. Coba cup ini patch 2017, patch next patch, next patch yang buat yang pengen, yang pesan, coba di gabung aja ke grup streaming Tangerang Selatan. Kalau ane taruh di grup banget, nanti para haters pada donut nanti. Atau yang punya patchnya nanti lihat sampai kita reupload. Emang reupload juga sih sebenarnya. Coba ya. New. Ekonomi Cup AFC. Top player dah. Indonesia Vietnam. Oh, Firmansyah capek, euy. Tetap di Maepan nih, Mas, masih ini kayak Jetli. Foto itunya pakai udah kayak Jetli nih. AMF. Gua nggak biasa pakai formasi begini dah. Thank you.
kita bikin white dikit. Pes begini bisa gini langsung otomatis, jadi kita nggak usah nyari-nyari di posisi di mana. Plusnya pes di situ, seandainya FIFA kayak gitu, tapi jangan seandainya karena coba ya. Woi, sama uniformnya. سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. أحييكم أنا رؤوف خليف في مهمة التعليق على مباراة اليوم. ننتظر جميعا معرفة كشف الأسرار في المباراة الافتتاحية. والآن ينهض الجميع من أجل النشيد الوطني. Wah, Indonesia kagak Indonesia rayanya. Wah, pelanggaran. وتشكيل مباراة اليوم. وركلة البداية. يلعبها بينية أرضية ويعود بالكرة إلى الوراء. يسيطر عليها، كرة ممتازة يستلمها اللاعب. إن لم يحالفه الحظ في التسجيل من هذه الكرة. Rumputnya kayak karpet cuy. Dari 2020 ke 2017 begini ya jadinya. Tapi pemain pada mirip, bro. يلعبها طولية. ينقل اللعب إلى الأمام. يحاول فك دفاعات المنافس. تمريرها بذكاء. يمنع الخطورة ويقطع الكرة. يلعب كرة بينية. يحاول تمريرها عبر الدفاع. ينطلق إلى منطقة الجزاء. ها؟ قطع مسافة كبيرة وحده. مجهود رائع. Salah gua ngepencet R2. خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها.
عنده مساحة خالية على الطرف، يلعبوها للأمام، إنه يتحرك وحده. القدرات الهجومية بلا فاعلية، ولم تهتز شباك الفريقين حتى الآن. يرسل عرضية أرضية، kok ada kayak gitu kameranya ya pas lagi di pojok. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. Gua nggak nemuin itu loh di FIFA sama di 2020. يحاول ان يلعبها بينية، mau pas tendang bolanya kayak tendang batu. جنبهم الندم. فاصل من التمريرات الجميلة، قطع مسافة طويلة بالكرة. ايه كاميرا بروبا. الكرة الأرضية إلى المنطقة. أسك. أقوى من اللازم. والكرة ملعوبة إلى الأمام. أين الأمام؟ يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، ينطلق نحو الخط الأمامي. فرصة للتسجيل. اي التمريرة. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. ويستمر في انطلاقته الطويلة وينطلق. كرة في المرمى. جول. هل كان في استطاعته التسديد من الخارج؟ ربما، ولكنه اختار الدخول إلى الصندوق، وكان من المستحيل أن يضيع الكرة. والمستحيل. ألا تتفقون معي في هذا؟ Rumputnya gue ngeresep. Kelihatan ini banget rumputnya. Kartunis banget. تلعب الكرة ناحية اليمين. توزيع على الرواق. يحاول أن يلعبها بينية. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. يلعبها بينية أرضية. لديه الفرصة. هذه كرة جول. صنع فرصة رائعة. كرة جميلة. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. من يقدر على هذه التمريرة؟ تسديدة خطيرة. محاولة شجاعة منه.
Iya, jauh cuy. Untung kagak gebok kepala lo. Keren kamera di situnya tuh, gue resep tuh. يطلق الحكم الصافرة ليعلن نهاية الشوط الأول. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة والسعي لإنهاء المباراة بكل النجاح. مباراة صعبة ولكنها مثيرة للمشجعين والنتيجة هدف مقابل صفر. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. لا يمكن وأن تعول على التقدم بهدف واحد. بهذا تأتي فرصة للمنافس للعودة من جديد. على الفريق أن يفكر في تأمين النتيجة بدون اندفاع بدلا من البقاء في مناطق الدفاع. تلاحم قوي، هذه هي لقطات الحماس والجمال، هذه هي كرة القدم في كل الدلال. إنه في الطريق إلى المرمى، قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية، وضع قدمه وتدخل ناجح منه. توزيع ناحية اليمين. كرة بينية للاعب الهجوم في الأمام، كانت لتصبح في غاية الخطورة. يلعب كرة بينية، كرة تونية إلى الأمام، وهذه الرمية التماس. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة، وأعاقه بطريقة غير شرعية. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ قد تكون هذه فرصتهم. كرة طولية من الحارس. توزيع ناحية اليمين. كرة معتادة ودفاع فوق العادة. يحاول أن يلعبها بينية. كرة مقطوعة بامتياز. يحاول فك دفاعات المنافس. Gak kelihatan cuy. يلعب التوزيع إلى القائم البعيد.
Kameranya sudut pandangnya mepet banget ya. Zagat qawi wa yanjah fi isti'adatiha. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يتقدم اللاعب نحو اليسار في أجمل مشوار. كرة للأمام. يحاول تمريرها عبر الدفاع. والآن الكرة ملعوبة للأمام والكرة للمنطقة الأمامية. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يلعبها بينية أرضية. فرصة إحراز هدف. هذه الكرة إلى الشباك. تعرض الحارس لاختبار حقيقي في هذه الكرة بالتأكيد. إن لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذا قام بالتسديد وفي رأيي كانت تستحق المحاولة. كرة على الرواق. كرة إلى الجناح. تمريرة غير دقيقة بالمرة. تهدر كل الاحتمالات. في منطقة الجزاء. التوزيعة مش معقولة ولا مقبولة. ومغادي مقبول قلنا. لحظات قليلة وينتهي القلق ويحققون الفوز بعد التعب. أعتقد أنها مخالفة. أظن أن الحكم سيكتفي بالتحدث إليه. Anjir nyarekan eta wasit. يحاول لعب كرة بينية غدارة. أدو دي جي. الدفاع في المكان لإبعاد الكرة. الوقت يمر والأحداث أمر وأمر. هذا هو توقيت هدف تغيير المسار لتكون النهاية نار يا حبيبي نار. يلعب كرة بينية. يقرر التسديد. ها هي صافرة النهاية. إنها البداية التي كانوا يتمنوها. وضعتهم في موقع رائع ومنحتهم ثقة إضافية في المباريات القادمة. في المباراة الافتتاحية في دور المجموعات يحقق الفريق الفوز في بداية المشوار. الآن سيكتسب الفريق الكثير من الثقة قبل عديد المواجهات نحو اللقب. Oke, lumayan lah ya. Lumayan daripada enggak. Tapi yang buat yang pokoknya buat yang mau mesen silahkan gabung ke grup live Tangerang Selatan. Ada di akit-akit itu di bawahnya tuh bisa di situ nanti request linknya nanti bisa nih uploadin ke Google Drive biar cepet. Nah, buat yang lihat pengen mainin kayaknya grafik agak kurang ya, tapi kalau untuk buat teman-teman yang pengen mainin di low spec nanti ane bisa bantu untuk ngasih linknya ya. Oke, siap, sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.